بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. ثم بعد، السادة المشاهدون من ولاية المنيعة وبالضبط من حي بدريان من بيت الأخ سالم مملوكي رحمة الله عليه. طبعا قبل شهر أو شهرين كنا هنا في زيارة لهذه العائلة دي اللي كان سالم على قيد الحياة. وفاته المانية قبل أسبوعين، تاركا وراءه 5 أبناء. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل هذه العائلة كما احنا نقول لازم كامل سكان المنيعة يتكاتفوا ويوقفوا معه. طبعا يلا شوفوا الديار كاسا إليهم والمعيشة لا معاشينا. الديار قاعطو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بجو ندخل نبدو بالكويزين. هاي الكويزين، هذه هي الكويزين. هاك شوف شوف، يعني تتأسف انك في سنة 2022 تعيش في معيشة كما هذه. الحق ولا احنا انا في ديارنا البرود كان يهبط لنا شوي اقل، نحسو بالسخانة نبدو نشكو وراسونا الغاز. الناس هذه ما عندهم والو، حتى عشاء ليله ما عندهمش. هاي الشومبرا نزلوا قدموا لنا الشومبرا اللي يرقدوا فيها وكل شيء. اروح شوف ايش بلدي. شوف له 2022 هادو يسكنوا لنا 5 اولاد الله يبارك لهم. راه توفى الراجل ها هو وين هاك الصوره هناك. هذا هو الناس اللي قاعد تعرف الله يرحمه ويوسع عليه. هذا قبل اسبوعين توفى. طبعا الجميل في هذه العائله انه فيه واحد الولد الله يبارك يقرا. هذا هو مملوك عماد الدين، هذا ما شاء الله يعني مجتهد. راك تشوف حتى المعدل 14 واحد، وراه بعد راه يجتاز في شهاده البكالوريا من بين المجتهدين في ثانويه قصب القاسم. نسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقه ويروح الجامعه ويكون كما حنا نقولوا عرصه من عرصات هاد الولاد. حتى وليدة تقف في الجامعه. حنا كما حنا نقولوا الرساله اللي حابين نوجهوها، الرساله اللي حابين نوجهوها ساكني ولايه البيعه، كل شخص بسمع انه لازم نوقف مع هذه الحياه. راها عشا ليله والله ما عندهم. راه حكات لي باللي كانت حتى صنع الغاز حابه تقطع الالكتريسيتي لولا تدخل احد الجيران وخلص عليهم الالكتريسيتي. نروحوا ورانا في الصيف، سخانه وسخانه ثاني عظيمه جدا في متزر ما عدبش. وهذه مناشده ايضا يعني حتى الجمعيات، جمعيه وفاء مامي، جمعيه بشائر الخير، جمعيه كافي اليتيم، جمعيه لامين بوجبور، جمعيه احمد فيطا، كل الجمعيات اللي متواجده على المنيعه عماد بينا احنا نتكاتفوا مع هذه العائله ونساعدوا. نجيو نشوفوا العائله. هذه العائلة الحاجة، اخبارك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. هذه العائلة هذه الراجل هذا سميتو سالم، حاج سالم توفى الله. ايوه. خلى وراها 5 اولاد. هاكا الولد. ما كان لي عينهم. ها؟ ما كان لي عينهم، ما كان لي يخدم عليهم. كاع صغار. واه كاع. الكبير يقرا في البكالوريا. بكالوريا ربي يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. ذكرهم الحاجة، راه الناس تشوف فيك الكاميرا المسؤولين والناس تاع الخير هذه. النداء ولا المناشدة اللي حابة تقوليها وشني باش تساعدوهم ولا تسألكم والدي. هذا الراجل راه مات لكيت. هذا سمانتي وهذا البطو 5 رقاب وخلاص. ما عاد من يعيلهم؟ واه ما كانش. ما كانش؟ الله غالب. لا اله الا الله. هو حتى هو ما كانش يخدم. والو. ايوا شوف. واه. لا ناس الخير. لا ناس الخير، الله يعمركم ويكثر خيركم. بيجو يجي وكل ذاك الولاد، هذا ما كان. ولا هذا ما كان، ولا جاب شي. والو. صح ما كان زاركم من الجمعيات وكذا.
كيفاش كنت عايشين كيفاش تقدموا كيفاش تعشوا؟ ايوا خير مولانا وخلص. لا رحمة مولانا. لا رحمة مولانا اللي جابسي وخلص اللي عمره مدة خير وخلص. هيك دامت. والو ما عنديش مساكن والو. لا اله الا الله محمد رسول الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. ايوا دعي لنا شوي دينا دعوة الحاجة. الوالدين اكثر خيركم يعمركم يزيدكم الله عنا خير. اللهم امين. امين يا ربي ان شاء الله يا ربي. اللهم الله يفتح عليك ان شاء الله. سادة المشاهدون كنا من بيت السي سالم المملوكي رحمه الله عليه اللي خلى خمس اولاد في هذا شبه بيت الحق ولا ما هو بيت وحتى هذا البيت مش ليه راه الخالهم يعني هما راه كيما حنا نقولوا باش تكونوا في الصوره هو راه عنده سكن ضيفي مستفيد من اعانه في جيت طريق البوينك اللي دار البلاتفورم وكذا بصح ما كفاتش الدراما راه عايش في بيت خال ماذا عطيني في سبيل الله حنا ماذا بينا اول شيء ماذا بينا حنا المصروف باش الناس تعيش مليح ثاني شيء كلمه تزال رياشه فرجيدان اي شيء نقدروا نساعدوا بها العائله الباب مفتوح سكن في حي بدريان عند السيكليس هذا سميتو هو السيكليس محمد صواندي هذا اللي طريق المطار باين كتجوا لطريق المطار سولوا على السيكليس صواندي راه الدار لحدها تم واجر الجميع على الله سبحانه وتعالى. الى هنا السادة المشاهدين كنا في احدى الحالات الانسانيه اللي من بيت سالم مبلوكي اللي هو ها الدار في الصوره رحمه الله عليه او في الصوره رحمه الله عليه في احدى الحالات الانسانيه. كان معكم كمال الجزائري استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.